96 لاعبا يشاركون في بطولة سي اي بي مصر الدولية المفتوحة للسكواش التي تقام عند سفح الأهرامات. هذه البطولة في نسختها الثالثة على التوالي تشهد مشاركة واسعة من 24 دولة. كل التوب 20 كله جه أو أول 20 لاعب في العالم في الرجال والسيدات. عندنا اعتذارين بس لعيب دييجو كده لظروف كوارنتين يعني ما قدروش يجوا، فمبسوطين بالمشاركة اللعيبة للسنة الثالثة، مبسوطين بالاتحاد الدولي ان هو الحمد لله ان احنا قدرنا في السنة اللي فاتت كمان كانت صعبة جدا في عز الكورونا ان احنا ننظمها بشكل ويطلع من غير ولا إصابة، فده ادى للاتحاد الدولي زقة كبيرة يعني ان هو او يعني ثقة ان هو ان احنا نكمل. وتبلغ مجموع الجوائز المالية لهذه البطولة 540 ألف دولار موزعة بالتساوي ما بين منافسات الرجال والسيدات. وأثنى اللاعبون على تنظيم البطولة التي تقام في أجواء استثنائية في ظل جائحة كورونا. وشهدت البطولة إقبالا من الجمهور لمتابعة المباريات التي تقام حتى 17 من الشهر الجاري. بعد أن باتت مصر في مكانة متميزة في هذه اللعبة، تأتي هذه البطولة لتقدم مزيدا من النماذج الناجحة وتؤكد على استمرار الدعم لهذه الرياضة. من منطقة أهرامات الجيزة، أحمد مصطفى، قناة الغد.